طيب تعالى نحل كده شوية على الـ regression analysis، وبعد كده نروح نشوف وقت بقى اتكلم في ايه. يعني نشوف الأول الأسئلة، المفروض اللي احنا بنحب الأيرام البلاشر دول يظبط لنا ايه الدنيا في العرض اللي عرضناه الفيديو اللي فات. بيقول لك ايه من الجمل ديت كلام صح عن الـ correlation analysis؟ في هنا سيمبل لينير ريجريشن اناليسيس از لايك تو بيوز فور ايتس كوفيشنت كورليشن از جريتر ذان 25% ولا الكلوزر ذا كورليشن كوفيشنت معامل الارتباط كل ما يبقى قريب لزيرو كل ما ده دليل على ان بيتا فوركس طبعا ده هبل. لا طبعا لزيرو كل ما يبقى ايه مفيش علاقه اصلا مفيش سيميليشن. الله ينور عليك. كوفيشنت كورليشن واحد indicate perfectly positive linear relationship كلام زي الفل. فالإجابة كلام زي الفل يقول لك which of one which of the following statements about time series analysis is not true. انت time series analysis ديت من الحاجات اللي احنا ما حرمناش فيها عند بلوشر، لكن دي محمد ببساطة تعتبر السلاسل القيمة الزمنية. النهاردة يبقى عندك الداتا مثلا بتاعت 10 سنين وتحاول تستخدم الداتا بتاعت ال 10 سنين ديت عشان خاطر تفوركاست بيها السنة ال 11. دي ممكن اوريك كده فكرة عنها سريعا. لكن انا من خلال السؤال ده ممكن نعرض الفكرة يعني. بص معايا محمد كده، ادي الهاند اوتس بتاعت الفوركاستنج. كنا بنقول يا جماعة طبعا الهاند اوتس بتاعت الفوركاستنج دي مرت يعني بعصور مع السي ام اي. كنا زمان بندرس الكوانتيتيف ميثودز وكنا بندرس الكواليتيف ميثودز. بعد كده قالوا يا جماعه مش محتاجين ايه الكواليتيف ميثودز، فابتدينا ننحصر شغلنا كله على الكوانتيتيف. فكنا بنقول ان احنا عندنا طرق كوزال فوركاستنج ميثودز اللي هي ريجريشن اناليسيز، واي بتساوي ايه بلس بي في اكس، فواي بتعتمد على اكس او تغير اكس بيسبب تغير واي. وبعد كده كنا بنقول ان احنا عندنا حاجه اسمها تايم سيريس اناليسيز او تايم سيريس سموثينج، وعندنا الليرنينج كيرف والاكسبكتد فاليو. التايم سيريس ميثودز طبعا الكوزال فوركاستنج ميثودز زي الريجريشن اناليسيس اللي بتدور على علاقه سببيه ما بين كوزال افكت ما بين متغير مستقل ومتغير تابع. التايم سيريس ميثودز دي بتبص على الهيستوريكال باترن مثلا مبيعات 11 سنه خلاص، وبتجنريت فوركاست عن طريق اللي هي بتحاول تكسبلور الباترن اللي موجود في one or more of the components of the time series. الكومبوننتس دي تقصدوا بيها ايه؟ خليني اوريها لك كده سريعا. الكومبوننتس دي او الانماط اللي موجوده جوه السلاسل الزمنيه قد يكون بعضها ترند، يعني القيمه معاك مثلا بتزيد كل سنه بنسبه 10%، أو سايكليكال مرتبط بالأحداث الاقتصادية من كساد وركود وازدهار اقتصادي، أو سيزونال مبيعات أكتر في الصيف وأقل في الشتاء، أو مصيبة بتحصل في التسترايك في المصنع فبتلاقي الريجولار أو راندوم فاريشن جوه السلسلة الزمنية. فبيقول لك التايم سيريس أناليسيز أو التايم سيريس داتا بترفلكت أكتيفيتي فور وان فاريبل اللي هو مثلا مبيعات الشركة على بس تايم بيريودز. وصلت كده الفكره؟ طب احنا بنبص بالتايم سيريس عشان خاطر نكسبلور ايه؟ نديسكفر ايه؟ نديسكفر باترن معين نعرف نستفيد بيه ونعمل فوركاستنج لايه؟ للفيوتشر. اولهم طبعا الترند باترن، بس قبل ما اخش على عنوانهم سريعا، الترند يا محمد بياخد 1 year لونج تيرم. الكومبوننت او النمط ده او المكون ده في السلسله الزمنيه مالتي يير. السايكليكال مالتي يير. بيوريك السايكليكال موفمنت في الاقتصاد بتاعه. السيزونال within one year. الريجولر ده شورت تيرم ان انتسيبيتد، ما ينفعش اللي انت ايه تتوقعه. نون ريكيورينج فاكتورز. المثال ده طبعا مثال من الهوك في الاديشن القديم، حتى لو تلاحظ السنين قديمه جدا. بيقول لك اوفر لونج بيريود اوف تايم الهيستوريكال داتا ممكن تاخد شكل تريند كده. جميل؟ بيقول لك gradual shifting to a higher or lower A level. For example, sales from year to year may fluctuate, but overall, the trend in overall ان هي
going down. تمام؟ فبيقول لك the long term sales trend has been upward من سنة 94 لسنة 2003. أنا كنت بذكر الضغط ده لسنة 2005. سبحان الله نفس السنين. The long term sales trend has been upward from 94 ل 2003 بتزيد اهي. Despite the dips in سنة 96 الوقعة لوعدت السودة دي وفي سنة 2000 وقع السودة دي. بناء على الترند ده انت غلط تقول ايه؟ والله يا جماعة الفوركاست بتاع 2004 هيبقى 3225 لقط الفكرة؟ فانت بتحاول ان انت ايه تعمل ترند لاين كده. السايكليكال باترن بيقول لك لونج تيرم برضه. ماشي؟ line can still be established even if the sequential data fluctuates greatly from year to year due to ايه بقى؟ due to cyclical factors. فدي حاجات بتتكرر fluctuations نتيجه ايه؟ الاحداث الاقتصاديه فبيسموها cyclical ايه؟ components. ودي لعلمك natural cycle موجوده في الايكونومي كنا بندرسها بالتفصيل زمان في الماكرو ايكونومكس في السي ام اي. فيقول لك هنا for example periods of modest inflation اللي بيليها فترات لرابيد انفليشن can lead to many times serious that alternate below and above the A in generally increasing trend line. The seasonal pattern, ده يختلف يعني الاثنين اللي فاتوا، month year. The seasonal pattern ده بيتكلم على حاجة within one year. Within A, one year. بيقول لك هنا ايه؟ however a time series can fluctuate within the year بسبب ايه؟ seasonality. فلو انت بتبيع swimming pools متوقع مبيعاتك تكون قليله في الشتاء مثلا، شيء منطقي يعني. ف seasonal variation are common in any business. في practice a variety of methods exist for including seasonal variations في forecast model بتاعك. but most methods بتستخدم seasonal index. وعلى الناحية الثانية هتلاقي seasonal variations ممكن تشيلها من الداتا عن طريق استخدام الـ weighted average of several time periods in a set of data from individual periods. طيب يبقى اللي أنا محتاج أثبته معاك هنا إيه؟ أثبت معاك إن الترند multi year long term component هو السايكليكال. السيزونال within one year كل دول بنستخدمهم بنعتمد عليهم في الفوركاستنج اللي طالع. الـ irregular ده unanticipated أصلاً. عشان كده بيقول لك ايه بالنسبه للريجولر؟ بيقول لك a time series can also vary in a random pattern not repeating itself. زي مثلا حصل عندك سترايك في المصنع، تيجي تقول له السنه الجايه بعمل بادجت او بعمل فوركاست، افترض ان في سترايك؟ لا طبعا دي حاجه انت ما تقدرش تتوقعها. كده؟ طيب ده الريجولر ده شورت تيرم ولا لونج تيرم؟ شورت تيرم. وكانوت بي بريدكتد. كانوت بي ايه؟ بريدكتد. ده بس المطلوب مننا طبعا، كل الطرق دي بقى اتشالت من علينا. فخلاص يعني دي ركزنا في الهاند اوتس وسبحان الله رجعوه تاني التايم سيريز. قلبك كان حاسس بيهم. اه والله. طيب which of the following statements about time series analysis is not true؟ عايزين حاجه غلط. الترند كان بي لينير نون لينير اور فلات او نو ترند. جميل. And irregular pattern has predicted value. لا. لا طبعا. Irregular ايه؟ الريجولر مش بريدكتف. تنور عليك. الإجابة بي. طيب. السؤال ده بيقول لك ايه؟ The goodness of fit. احنا قلنا يعني ايه goodness of fit؟ يعني R square. يعني ايه R square؟ إلى أي مدى الأرقام اللي احنا بنعمل لها prediction هتماتش مع الأرقام الأكتوال. هل في ايرور ترم كبير ما بينهم ولا هم اللي هتنبا بيه قريب للاكشوال؟ فبيقول لك الجودنس اوف فيت والكونفدنس انترفال تعتبر ادوات جيده يوسفول يعني مفيده في الريجريشن اناليسيس. ايه من الكلام ده كلام صح عن الجودنس اوف فيت والكونفدنس انترفال؟ الاجابه هنا معانا تبقى دي. بيقول لك هاي جودنس اوف فيت means that variables used in the regression are highly correlated with the observation of the incremental variable. يعني هنا الشركة وفقت فبيسموه حتى جودة التوفيق يعني. في اختيار
المتغير المستقر. المتغير dependent variable. الindependent variable. الindependent variable بالضبط. تطلع السؤال بعده. يقول لك كده simple regression equation. simple regression equation اللي فيها r square 85 من 100 يعني قريبه جدا للواحد الصحيح. ده دليل على قوه المعادله طبعا. فايه من دول صح؟ ايه من دول صح؟ 85% من الـ variation of the dependent variable is explained by the regression line. الاجابه تمام. معناها ما احنا بنقول ان الـ r squared دي تعتبر ايه؟ القوه الايه؟ القوه التفسيريه. يعني النهارده لو عدد الكراسي زادت ب 10 كراسي تفسر زياده التكلفه كم في الميه بقى من زياده واي نتيجه ال 10 كراسي؟ لو هي 85% يبقى تقدر تفسر 85% من التغير في التوتال كوست نتيجه ال 10 كراسي دول. وقت الليله؟ طبعا تمام. بيقول لك ايه؟ في الريجريشن اناليسيس الكوفيشنت اوف ديترمينيشن ايه هو؟ طيب انا هنا السؤال الاجابه هتبقى سي بس في معلومه احنا محتاجين بس نثبتها مع بعض. ار سكوير او الكوفيشنت اوف ديترمينيشن او الجودنس اوف فيت الار سكوير دي معموله عشان خاطر نقدر نقيس بيها الريليابيلتي بتاعت معادله الريجريشن اناليسيس. ونقصد بالريليابيلتي ايه؟ هل في فعلا اكشوال ريليشن شيب ما بين المتغير التابع والمستقل ولا لا؟ كل ما الرقم يقرب قلنا للواحد ده دليل ان فيه علاقة قوية وإن القوة التفسيرية بتاعة التغير في واي نتيجة التغير في اكس هتبقى كبيرة. تمام كده؟ طيب أنت لو جالك سؤال زي ده في الامتحان طويل كده تروح ترى على الأول المطلوب يقول لك when he grabs his monthly revenue على مدار الاربع سنين اللي فاتوا. Which time series pattern is Patrick likely to see؟ يعني هو حكى لك هنا قصه وان هو معاه مبيعات اربع سنين فيها احوال معينه حصلت وبعد كده بيقول لك ايه؟ When he graphs his monthly revenue على الاربع سنين دول ايه الـ time series pattern او الـ time series components اللي متوقع عم باتريك ده يشوفها؟ يبقى نقرا لفوق. طيب بص كده. انا هستبعد اربعه كده كده. ايه؟ اربعه كده. هنقرا السؤال؟ طيب بيقول لك ان باتريك مش عارف ال اند دبليو از ا سمول بزنس ويز 10 امبلويز ذات بروفايدز ا كومباينيشن اوف لاند سكيبنج سيرفيس ان ذا سبرينج اند سمر اند سنو ريموفال سيرفيس في الوينتر. يعني في الصيف بيقدموا لاند سكيبنج وفي الشتاء بيقدموا ادوات تشيل الايه؟ التلج. Over the last four years, Patrick had worse and worse cash shortage. آخر أربع سنين حالته بدلت. When paying his employees and also had to put off purchasing new equipment لأنه مش لاقي ياكل. Furthermore, the local papers have been reporting that. يعني البرايد قالت إن الريجيونال ايكونومي دخل في mild recession in the last year آخر سنة. بسبب due to the closing of a nearby automobile manufacturing plant. Around the time of closure, Patrick lost many long time customers who had to cancel their service. طبعا هنا ايه اللئيم اللي بيألف لك سؤال الامتحان؟ رمى لك كلمة فين الكلمة؟ ان الاقتصاد وقع خدت بالك؟ ريسيشن على اساس ان انت تقدر تقول انا شايف سايكليكال. لا يا حبيبي السايكليكال ده لازم يبقى لونج تيرم. لازم يبقى ايه؟ لونج تيرم. فرقم ثلاثه دي ما ينفعش تختارها. رقم ثلاثه دي يا محمد ما ينفعش ايه؟ تختارها. فالاجابه دي غلط ما ينفعش تختارها والاجابه سي غلط والاجابه دي غلط فالاجابه ايه في الامتحان؟ واقفل وخش على السؤال اللي بعده. اشرح لي كده. باتريك بيقول لك هاز ديسايدد ذات He needs to sit down and carefully analyze his revenues over time so that he can get better
sense of the health of his business. Sense هي عمله بقى في البقى. And he makes some projections. طب حلو قوي. يبقى انا اختار طبعا الترند بدل بتاع الديكلايننج ريفينيو بتاعه واختار السيزونال لانه شغال في الشتاء مش عارف بيعمل ايه وفي الصيف بيعمل ايه. بس كده يا سيدي. فبناء عليها كده فعلا الاجابه تبقى ايه؟ بيقول لك هنا الكورليشن اوف كوفيشنت اللي بيانديكيت الويكست لينير اسوشيشن ما بين متغيرين ايه هو؟ انت عليك بتدور على ايه؟ احنا قلنا الكوفيشنت اوف كورليشن معامل الانضباط بيتروح من ماينس واحد لبلس 1. لما تقرب لواحد هل في علاقه؟ اه فرضيه بوزيتيف قويه ماينس علاقه عكسيه نيجاتيف. لو في الزيرو يبقى مفيش علاقه. فايه اقرب رقم قريب للزيرو؟ بي. بي طبعا. الله ينور عليك. خش على السؤال اللي بعده. طيب بيقول لك هنا correlation is a term frequently used in conjunction with regression analysis and is measured by the value of coefficient of correlation. بنقيس الكلام ده بمعامل الارتباط R. ال best explanation ل R تفتكر ايه؟ هل هي is always positive؟ قلنا لا طبعا. ال is always positive لو تفتكر ايه؟ R square. بتنتبريت الفاريانس ولا بترينج ان سايز فروم نيجاتيف انفينيتي تو بوزيتيف انفينيتي طبعا غلط ولا از ميجر اوف ذا ريليتيف ريليشن شيب ما بين متغيرين معامل الارتباط فعلا هو الايه اللي بيقيس العلاقه ما بين هل في علاقه ما بين الدايركت ليبر اورز والتكاليف بتاعتي واي فهو اللي معامل الارتباط هو اللي بيقيس ديت يعني فالاجابه تبقى ايه؟ تمام تبقى دي سؤال سهل. الاجابه تبقى دي سؤال سهل. طيب السؤال ده معمول في الامتحان عشان لو حد حله غلط الجهاز يقفل والقام يقيس يقع. بيقول لك الريجريشن ايكويشن ايه؟ خبر ابيض لو حل حد حله غلط. اللي اقول ولا استنى شويه؟ استنى ايه بقى؟ الاجابه تبقى استيميت ديبندنت فاليو. استيميت ديبندنت فاليو. نحل السؤال ده. بيقول لك كل دي تعتبر assumption underlying الفاليديتي بتاعة اللينير ريجريشن اوتبوت. الا ايه؟ يعني ايه الكلام؟ يعني انت النهارده لما بتقيم المعدل وتشوفه فاليد ولا مش فاليد بتاخد كل دول في الحسبان الا ايه؟ هل بنبص على الايرور؟ اه. هل بنبص على المين اوف ذا ايرور الزيرو؟ ده برضه assumption. الستاندرد ديفيشن اه. لكن ايه السيرتينيتي دي مش كانتش معانا؟ هو تقريبا انا مفيش حاجه مفيش سيرتينيتي في الفوركاستنج انا استحاله تبقى حاجه مؤكده بالنسبه لي. منور عليك. كده؟ السؤال ده برضه على نفس شكلة اللي قبل اللي فات. المفروض اللي حلو غلط الامتحان يقفل. بيقول لك في الستاندرد ريجريشن ايكويشن بي قصده بيها ايه؟ يا خبر ابيض. طبعا بي يقصد بيها الفاريبل كوست باليونت مثلا اللي هي الفاريبل كوفيشنت او احيانا بيسموها السلوب. الكونستنت كوفيشنت هنا المقصود بيها ايه؟ اللي هي الفيكسد بورشن الانترسبشن يعني. فانت ممكن هنا برضه تحفظ الكلام ده بالمره. الكونستنت اللي هو الانترسبشن، الفيكسد كوست، الفاريبل اللي هو السلوب، الفاريبل كوست، الديبندنت واي والاندبندنت اكس. السؤال ده جايب لك ايه؟ جايب لك داتا 4000 طن وبيقول لك انا بستخدم الريجريشن ايكويشن ايه واي بتساوي ايه بلس دي اكس وجايب لك حبه داتا وبيقول لك في السؤال في الامتحان باستخدام الداتا ديت من الريجريشن اناليسيس عند 420 ساعه صيانه تفتكر تكاليف الصيانه هتكون كام؟ طيب انت في الامتحان عليك بتدور على ايه؟ انت عايز تحسب واي فعليك بتدور على ايه؟ طب فين ايه؟ اهي ايه؟ 684 دولار زائد بي. بي كام؟ 7 دولار وشوية. بي اكس 420 بس كده طلعت الاجابه وخلصت. هو السؤال شكله يخوف بس هيتحل في ثانيه.
ايه خلاص. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ The percentage of total variance اللي تقدر تفسره عن طريق معادلة الريجريشن ديت ايه؟ كم في المية؟ 99 ولا 69 ولا 80 ولا ايه القصة؟ طيب احنا الكلام ده القوة التفسيرية، القوة التفسيرية بتاعت المعادلة ديت المفروض موجودة فين؟ موجودة في الجودنس اوف فيت او ار سكوير الكوفيشنت اوف ديترمينيشن الاكسبلوتوري باور اهو. تمام بس اول بيقول لك جيفن 99% يعني بياخدك من ايدك عشان تحل السؤال. جميل. طيب السؤال اللي بعده ده برضو على شكله الاسئله اللي بتاخد لما بتحلها غلط. بيقول لك الليتر اكس يشير الى ايه؟ الليتر اكس الاندبندنت فاليو. اوكي خش على اللي بعده. حلو السؤال ده. بيقول لك وانت بتحدد الكوست بيهيفير في البيزنس بتاعك بتساوي ايه بلس بي في اكس؟ ايه من دول should not be used for the equation؟ طب الجرافيك ميثود والهاي لو بوينت النهارده وانا وريتك عند عمو بلوشر خليني اقول لك كده سريعا تاني ان هو ايه؟ طلع بمعادله واي بتساوي ايه بلس بي في اكس من الرسم البياني من محاوله توسط النقاط، فاهم الكلام؟ وطلع بالمعادله بتاعت واي بتساوي ايه بلس بي في اكس، فالكلام ده معانا. والسمبل ريجريشن ده هي المعادله اصلا بتاعت السمبل ريجريشن. امال ايه اللي ما تمشيش مع الشكل ده؟ المالتيبل ريجريشن اللي هي واي بتساوي ايه بلس بي 1 في اكس 1 بي 2 في اكس 2 وهكذا. واضحه الفكره؟ ده سؤال برضو يعني من الاسئله اللي المفروض لو حليتها غلط يقفل في الامتحان. بيقول لك الفرق ما بين السمبل ريجريشن والمالتيبل ريجريشن. انهي اجابه بقى؟ هتبقى سي 1 اندبندنت فاريبل وان المالتيبل مور ذان 1 اندبندنت فاريبل. طيب ده سؤال برضه من الاسئله السهله. بيقول لك لو الشركه ديت مصاريف الادفرتايزنج بتاعتها 1000 تفتكر واي هتبقى بكام؟ المبيعات هتبقى بكام؟ خلاص 10000 زائد 2.5 في 1000 تديك كام؟ 12.5. 12.5 هطبق المعادله واي دي تساوي ايه بلس بي اكس يعني. ده برضه من الاسئله السهله قوي. بيقول لك هنا الانترسبشن اللي هو الفيكسد كوست والسلوب اللي هو الفاريبل كوست. يقول لك اما الفاليو بتاعت اكس 10 واي هتساوي ايه؟ طيب ببساطه قوي هتقول واي بتساوي ايه اللي هي ديت 5 وشويه زائد 1.5 في اكس اللي مدالك ب 10 وخلصت القضيه على كده. تطلع الاجابه 20 وشويه. انا فاكر حضرتك بتشرح لي السؤال ده تمام؟ كانت قلت لي اهم حاجه تعرف ان تعرفوا ان الانترسبت ديت اللي هي الفيكس كوست. عبد الرحمن يلا فكان حضرتك بتقول لنا اهم حاجه تعرف ان الانترسبت ده الفيكس كوست والاسلوب اللي هو الفاريبل. بحيث ان احنا ايه؟ نبقى فاهم الدنيا فيها ما تتلخبطش عشان هو فكره السؤال ده انت لو مش عارف ايه الانترسبت والاسلوب مش هتعرف تحله. طيب السؤال ده جايب لك المعادله بتاعتنا بتاعت الريجريشن. بيقول لك which one of the following changes would have the greatest impact on invalidating the results بتاعت الموديل. يعني ايه الكلام؟ يعني بيجي يقول لك ايه؟ انا النهارده عملت المعادله اللي قدامك ديت. تفتكر ايه اللي لو حصل يطلع لك المعادله دي يبوظها؟ إيه
يعني حتى لو مشيناها بال بال اول اجابه significant reduction في الفاكتوري اوفر هيد اللي هي الفيكسد كومبوننت من الفيكسد. لا ما اعتقدش ده بيبوظ المعادله قوي برضه شيء. ولا ريدينيشيشن مع الكونتراكت بتاع الناس ولا لارج دروب في الماتيريال كوست. كل ده متاخد الثلاثه دول متاخدين جوه المعادله. احنا بندور على حاجه مش جوه المعادله. اللي مش جوه المعادله حته الانتاجيه بتاعت العامل. الانتاجيه بتاعت العامل لو زادت او قلت ده المعادله اللي قدامي يعني دي مش اخده ده في الحسبان. فيبقى ليها الجريتست امباكت. لقطت الفكره؟ تمام. نبص على السؤال ده كده. بيقول لك ايه؟ مصنع بيعمل فوركاست للتوتال سيلز ريفينيو لسنه. ايه من ده ليست لايكلي يبقى هو متاثر بيه؟ فين الكيورد في السؤال ده؟ الكيورد في السؤال ده الكلمه ديت. ان هو بيعمل فوركاست لمبيعات 12 شهر. فالاجابه هتبقى السيزونال باترن للمبيعات بتاعتك خلال السنه. لان المبيعات بتاعتك خلال السنه ممكن تاخد شكل البيل كيرف. فانت مبيعاتك قليله هنا وقليله هنا وعاليه في النص في السيزون بتاعك. لكن هي على كلها على بعضها بتتكلم مثلا في 100,000 وحده. فانت ليست لايكلي تتاثر بالانخفاض اللي موجود في بعض الشهور والازدياد في كل الشهور طالما انت بتعمل لسنه كامله. فانت ليست لايكلي تبقى متاثر بالسيزونال باترن بتاع السيلز ريفينيو خلال كل السنه. لقطت الليله؟ كمان هنا تلاحظ ايه؟ انت لو ما عرفتش توصل للاجابه ايه؟ طب امشي بالالمينيشن. لارج مانيفاكتشر فوركاست اوف توتال سيلز ريفينيو ليست لايكلي يتاثر بيه، هل هيتاثر بالانتسيبيتد انترست ريتس والان امبلويمنت ريتس؟ طبعا كل ما معدلات الفايده بتقل كل ما السبندنج بيزيد فالناس تشتري اكتر فمبيعاتك المتوقع تزيد اكتر. كل ما الان امبلويمنت ريتس بتقل كل ما مبيعاتك المتوقع تزيد. هل مبيعاتك تتاثر بالاكسبكتد شورتج في الكي رو ماتيريال؟ اه طبعا. هل مبيعاتك تتاثر بالمدخلات اللي بيجيبها لك السيلز بيرسونال؟ اه طبعا. فانت في الامتحان تعمل اليمينيشن وتوصل برضه للاجابه ايه. طيب احنا كده عملنا ايه؟ احنا كده تقريبا حلينا كل الاسئله على الريجريشن سواء اللي كانت موجوده في جزء الفوركاستنج او اللي موجوده في جزء الداتا اناليسيس. خلينا سريعا كده نتكلم على السنسيتيفيتي اناليسيس او البوست اوبتيماليتي اناليسيس. السنسيتيفيتي اناليسيس بتتعمل يا محمد بعد اي موديل ما بيتعمل. بمعنى ايه؟ انت النهارده مثلا عملت الاكسبكتد فاليو موديل ده ووصلت ان القرار بتاع المصنع الكبير هو افضل قرار. بتيجي تقول ايه؟ هل لو انا غيرت الديماند برسنتج من 80 20 ل 70 30 هل ستيل القرار الثالث هو افضل قرار؟ فبتيجي طريقه السنسيتيفيتي اناليسيس كطريقه بعد ما انت يكون عندك موديل اوريدي اشتغلت عليه وتبتدي تخش عليه هي في حته الايه؟ الوات اف تكنيك. طبعا البوست اوبتيماليتي اناليسيس هتشوفها عملي في بارت 2 في الكابيتال بادجتنج. لو انا قعدت اغير في الهارد ريت لو انا قعدت اغير في الاكسبكتد كاش فلو لو انا قعدت اغير في الفاريبلز بتاعت الموديل فايه اللي ممكن نتصور السنسيتيفيتي اناليسيس تطبق عليه؟ تطبق على البادجيتنج على لينير بروجرامينج تطبق على ديسكاونت كاش فلو ميثود زي ما تشوف في بارت 2 او زي ما انت بقى اوريدي شفت الناس تشوف في بارت 2 والسي بي بي اناليسيس طبعا واي موديل انا شايفه انت خلاص وصلت فيه قرار باوبتيمال ديسيجن بتخش بعديها بالبوست اوبتيماليتي اناليسيس وتشوف يا ترى المتغيرات لو اتحركت هل الاوبتيمال ديسيجن هيتغير ولا لا. وجاريسون كان قال هنا في حته الكابيتال بادجتنج حاجه حلوه قوي. قال لك لو الفاليبلز قلت بمقدار طفيف والقرار اتغير يبقى القرار ده فيري ريسكي. يعني انا لو قابلت مشروع بسبب ان الهارد ريت بتاعه 10% لو انا خليتها 10 الا حته او 10 وحته والمشروع اترفض ده يعني ان المشروع ريسكي. انت فاهم؟ تمام. انت يا دوبك مكيت يعني. الامبورتنس بتاعت السنسيتيفيتي اناليسيس مهمه جدا في الشغل. تقعد بقى تتأرجح مع التغيرات اللي بتحصل وتعمل سيناريوز بالعبيط وتقعد تسهر وتشتغل بقى.
كده سريعا حاجه على السنسيتيفيتي اناليسيس. واحد يقول لي هو انت جبت سيرتها ليه؟ اقول لك بقى بص على الفيديو اللي فات، ما انا قلت لك ان في حاجات كتير قوي ضافوها كانت في المنهج ودي حاجه منها. طيب نوقف الفيديو ده على كده ونكمل ان شاء الله من الفيديوهات الجايه بقى على بقيه اللي موجود في الاناليتيك تولز، وهي حاجات طفيفه جدا مش هتاخد يعني تلت ساعه ان شاء الله. ان شاء الله.